استقبل صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية عددا من أفراد عائلة المرحوم الشيخ أحمد بن يوسف بوبشيت، والذين أعربوا لسموه عن خالص شكرهم وتقديرهم على مشاعره الطيبة ومواساته لهم في وفاة فقيدهم. وخلال اللقاء استذكر سموه مناقب الفقيد الراحل طيب الله ثراه وما قدمه من عطاءات وإسهامات في خدمة الوطن. كما أكد سموه أن مجتمع البحرين يفتخر بأنه نموذج للترابط والمحبة التي ترتكز على قاعدة قوية من العادات والتقاليد التي تعلي من روح الأسرة الواحدة بين أبناء الوطن الواحد. وقال سموه: علينا الحفاظ على تلك القيم البحرينية الأصيلة في التواصل والتقارب لما لذلك من أثر هام في توطيد أركان التماسك المجتمعي. من جانبهم توجه أفراد عائلة المرحوم الشيخ أحمد بن يوسف بوبشيت بأسماء آيات الشكر والتقدير إلى سمو رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص على أن يكون قريبا من المواطنين في أفراحهم وأتراحهم، مؤكدين أن وقفات سموه إلى جانب المواطن تجسد المشاعر الإنسانية الراقية والنبيلة التي يتحلى به سموه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية.